قبل الختام إلى أخبارنا المنوعة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي باسم توث سوشيال، وهذا بعد أن قامت شركات مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بحظر حساباته عليها. وفي بيان لترامب أكد أنه أنشأ هذه المنصة للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا، وأشار البيان إلى أنه خلال الفترة التجريبية التي ستنطلق في نوفمبر المقبل يتعين على من يرغب بفتح حساب على منصة Truth Social أن يتلقى منها دعوة بعد تسجيل اسمه على قائمة انتظار في موقع إلكتروني مخصص، وسيصبح التسجيل متاحاً أمام الجميع خلال الربع الأول من العام المقبل. طالب مجلس الرقابة المستقل في شركة فيسبوك بأن تتخذ الشركة المزيد من الشفافية، حيث قال المجلس أن شركة التواصل الاجتماعي لم تكن صريحة تماماً فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع حسابات معينة لمستخدمين بارزين على مواقعها، حيث أكد المجلس المستقل أنه يجب على فيسبوك الالتزام بمزيد من الشفافية ومعاملة المستخدمين بإنصاف. يأتي هذا بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً أكد أن فيسبوك استثنت ملايين الحسابات التي تخص المشاهير والسياسيين وغيرهم من المستخدمين البارزين من بعض عمليات الفحص والتحقق الداخلية، علماً أن فيسبوك أنشأت المجلس بشكل أساسي لمعالجة الانتقادات الموجهة للشركة إزاء طريقة تعاملها مع المحتوى الإشكالي. ضمن معرض يقام في باريس تظهر مجموعة من مجوهرات كارتي أن الدار العريقة استوحت فنون الإسلام منذ بداية القرن العشرين لتحديث مجوهراتها لجهة الأشكال الهندسية والجمع بين الألوان. افتتح معرض كارتي وفنون الإسلام اليوم في العاصمة الفرنسية، ويهدف إلى إظهار الترابط بين تشكيلة المجوهرات الفاخرة والفنون الإسلامية. وأوضحت مساعدة مديرة قسم فنون الإسلام في متحف اللوفر أن المجموعة المعروضة تشكل بحثاً لم يسبق أن عرض من قبل. كشف متحف مدام توسو الشهير عن التمثال الشمعي لنجم كرة القدم المصري محمد صلاح في العاصمة البريطانية لندن، وبذلك يصبح مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يصنع له المتحف تمثالا خاصا به، حيث حظي التكريم بترحيب شديد من محبي اللاعب، خاصة أن التمثال نسخة دقيقة جدا لتفاصيل اللاعب. وعبر محبي اللاعب المصري عن فرحتهم لحصولهم على اثنين صلاح.